السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله في سلسلة جديدة، سلسلة بايوميميتيك دينتستري. الحقيقة ممكن عبر اليوتيوب أو الإنترنت بشكل عام أنه تعثروا على بعض المحاضرات المتفرقة اللي تحكي عن كونسبت أو اثنين مختلفين في البايوميميتيك دينتستري، بس حبيت الحقيقة من خلال قناتي أن أقدم كورس متكامل، سلسلة متكاملة عن هذا الكونسبت في طب الأسنان اللي بدأ يأخذ رواج، واللي الحقيقة ممكن يقدم لنا مجموعة من الفوائد. فمن خلال إن شاء الله عدة محاضرات راح أغطي كل الكونسبتس اللي لها علاقة بالبيوميتيك دينتستري، أحكي عن البيوبيس، عن الاي دي اس، مجموعة من التيرمز اللي الحقيقة تخدم عملنا في العيادة لحتى أكمل الحقيقة تركيزي على الريستوريشن وعمل ريستوريشن كويس في العيادة. كنت عملت قبل هيك كورس متكامل عن البوندينج، وأيضا عملت محاضرتين عن الفينيشينج اند بوليشينج، وقدمت أيضا كورس عن الجلاس انومر، وقدمت كورس ايضا على الاندايركت فينير. فان شاء الله وعملت ايضا كورس متكامل من حوالي 21 جزء حكيت فيه عن كل ما يتعلق بحشوات الكومبوزيت من الناحيه النظريه والعمليه. فخلونا اليوم من خلال البايوميتيك دنتستري برضه نغني ونثري معرفتنا الترميميه لحتى نوصل لافضل اختيار وعمل من خلال ترميماتنا المختلفه سواء الدايركت او الاندايركت ريستوريشنز. فخلونا بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي. بيسعدني طبعا متابعتكم إلي على وسائل التواصل، بيسعدني استفساراتكم واقتراحاتكم. أيضا بدي أكد عليكم ما تبخلوا عليه باللايك، بالاشتراك، بالمشاركة، بنشر المحاضرة على أكبر قدر ممكن من الزملاء، وأيضا ترك تعليق في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله الجزء الأول من سلسلة بايوميميتيك دنتستري. حنحكي من خلال هاي السلسلة عن كل ما يتعلق بهذا المفهوم الجديد في طب الأسنان، واللي ممكن الحقيقة يغني ويثري عملنا في عيادة الأسنان. محاضرة اليوم إن شاء الله حنتكلم عن ما هو بايوميميتيك دنتستري، كيف ظهر ولماذا يلقى هذا الآن الاهتمام والرواج، وما ممكن أن يقدمه لنا من فوائد، ونحكي عن أهم الكونسبتس اللي العلاقة بهذا الفرع الجديد خلينا نقول في طب الأسنان، تمهيدا عبر المحاضرات القادمة لنحكي بالتفصيل عن كل ما يتعلق فيه. السؤال الأول اللي بيتبادر للذهن هو ما هو البايوميتيك دنتستري؟ والحقيقة كان أول من أوجده أوتو شميت بال 1950، هو عالم فيزياء حيوية. بعد هيك عبر مجموعة من الجهود حنحكي عنها لمجموعة من الأطباء صار في عنا شيء اسمه البايوميتيك دنتستري. لكن كلمة البايوميميتيك هي عبارة عن كلمة لاتينية مشتقة، أو هي عبارة مركبة من كلمتين، البايو بمعنى حيوي وميميتيك بمعنى أنه يقلد أو يحاكي الشكل الحيوي. نحن إذا بدنا نحكي كبايوميميتيك بشكل محدد، فنحن عم نحكي عن دراسة تركيب وشكل وآليات مختلفة لحتى نقدر نصنع منتجات تحاكي النسج الطبيعية أو تحاكي النسج الطبيعية اللي أنا عم قم بتعويضها من خلال الألياف الصناعية. أما البايوميتيك دينتستري فهو عبارة عن علم ترميم الأسنان المتسوسة المكسورة والمتضررة مع ترميمات تعيد للسن قوته ووظيفته وجماليته الطبيعية. بمعنى أنه نحن ترميم الأسنان قد يكون إما الأسنان متسوسة، وهون بيبرز دور أنه نحن نشيل التسوس المحدود بالضبط، ما نزيل أكثر من اللي نحن بنحتاجه لحتى نحافظ على بنى السن ونسيجه وقوته، وأيضا نتجنب سحب العصب. وأيضا معالجة الأسنان المكسورة من خلال الاندايركت ريستوريشن أو حتى الدايركت ريستوريشن عبر تقنيات تحسن من ديمومة هي الحشوات أو الترميمات، وأهم شيء أنها تحاكي النسج الطبيعية من حيث المرونة، من حيث أنه هي تنصهر تقريبا من حيث قوة الالتصاق وكأنها نسج طبيعية، وهذا بالتالي بيجنبنا من كثير من المشاكل مثل التقلص ومثل الليكج وغيره. وبالتالي نحن عم نحكي أنه إذا نقول بايوميميتيك وكلاسيك دنتستري كأنه على مستوى الريستوريشنز إحنا عم نقلل إزالة النسج السنية باستخدام مواد وتقنيات تؤمن أقوى ارتباط، لأنه مثل ما قلنا مع طب الأسنان التقليدي كنا نعاني من تصدع، من حصول كراكس، من حصول ليكيج. على مستوى الريستوريشن الكراونز يعني الدايركت ريستوريشن، فنحن عم نستخدم مواد متقدمة، عم نستخدم لواثق عالية الإلصاق بحيث تحاكي السن الطبيعي من حيث المرونة والقوة، وعن طريق أيضا تقنيات تحقق لي أفضل الفوائد. على مستوى الروت كانال أيضا البايوميتيك موجود لحتى نتجنب معالجة الجذور عبر استخدام مواد مرينة تخدم حواف الحفرة وتمنع حدوث انفكشن وتكسر حلقة موت السن أو الديث اوف توث يلي حنحكي عنها لاحقا.
فمثل ما احنا شايفين كيف مع الحشوات التقليدية نحن كنا نعاني من الإكراك، نعاني من الليكج مثل ما كنا بنعرف مع حشوات الأملجام، وبالتالي من خلال البيوميتك دنتستري نحن مو بس عم نستعيد عن الأملجام بكومبوزيت، نحن عم نستعيد عن الأملجام بحشوات بايوميميتيك كتير قريبة من نسج الأسنان من حيث الثبات، من حيث الالتصاقية، من حيث التجنب الميكرو ليكيج، وبالتالي الحقيقة تجنب حدوث كراكس وحدوث كاريس. طبعا هذا الكلام لا يعتمد فقط على المواد، يعتمد أيضا على التقنية اللي يتم فيها عمل ريستوريشن. طبعا وهون البيوميتيك دنتستري بيقدم مجموعة الحقيقة من الكونسبتس حنحكي عنها إن شاء الله. هون بيبر السؤال هو إنه لماذا ظهر طب الأسنان الحيوي؟ الحقيقة أنه هذا السؤال بيبرزه ما تكلمنا عنه الآن من مقارنة بين طب الأسنان التقليدي الكلاسيك دنتستري وطب الأسنان الحيوي أو البيوميتك دنتستري. الحقيقة أنه البيوميتك دنتستري رقم واحد هو ليس فقط تصورات، يعني مش هو نظريات، لا هو عم نحكي عن تقنيات evident based وبتأدي لأنه نحن نحصل على أعلى قوة التصاقية، بتستخدم مواد كتير قريبة من نسج السن و بتتلافى كثير من المشاكل اللي شفناها مع طب الأسنان التقليدي، سواء التقلص التصلبي، سواء الليكيج الميكرو ليكيج، وبالتالي كان يؤدي لحصول سنسيتيفيتي، لحصول عدا عن أنه طريقة العمل مع البيوميتك دنتستري بتؤدي لتقليل الستريسز اللي عم تتطبق على السن وعلى الحشو. أيضا البيوميتك دنتستري هو أكثر محافظة على نسج السن، وبالتالي بتوافق مع بديهية في طب الأسنان اللي هي المينيمال انفازيف دنتستري، بالتالي نتجنب إزالة نسج سنية لا داعي لإزالتها، وبالتالي نتجنب إلى حد كبير معالجة العصب. وبالتالي نحن عم نحكي عن فرع في طب الأسنان بيعطيني على مستوى ريستوريتيف دنتستري حشوات بأقل تقلص تصلبي، بأقل ميكرو ليكيج، وبتقريبا تركيب يشابه البنى السنية الطبيعية. بيعتمد أساسا الريستوريشن على أنه هو يعمل لي دنتين ريبليسمنت، يعمل لي إنامل ريبليسمنت، ويعمل لي حتى ما يقلد الإنامل دنتين جانكشن. أيضا على مستوى الكراونز عم يعطيني مواد تحاكي الأسنان الطبيعية، لحد ما يعتمد على مواد أو على بونز أو الساق عالي جدا، ويحاول قدر الإمكان بسبب الاستفادة من هذه الالتصاقية العالية أنه يروح باتجاه partial indirect restorations، ونتجنب كتير من الأحوال الفول كراون. وعلى مستوى الروت كانال مثل ما قلنا تقريبا نحن نتجنب سحب العصب إلا في الحالات يلي بيكون في عندي crosses أو infection واضح مع أعراض واضحة. بعد ما حكينا عن ما هو طب الأسنان الحيوي ولماذا هو الحقيقة يلقى هذا الاهتمام، ولماذا ينبغي أنه نحن أيضاً نكون مهتمين بالاطلاع فيه، خلينا نحكي كيف ظهر، متى ظهر هذا الكونسبت وكيف تطور في طب الأسنان. الحقيقة أنه المصطلح لم يظهر فجأة، بل ظهر عبر عدة مراحل. طبعاً إذا بدنا نحكي نحن كمنطلق حقيقي بعيداً عن المصطلح بيوميتك، فممكن نقول أنه السبب الرئيسي بظهور البيوميتك دنتستري هو ظهور البوند في مطلع القرن العشرين، واللي الحقيقة فتح الباب في 1950 تقريبا لتصميم أول بوند في طب الأسنان. بعد هيك تتابع التطور عبر هذا الاتجاه عبر جهود عدد من الأطباء. أذكر منه على سبيل المثال باسكال ماجني اللي كان له دور خاص حقيقة في إغناء وإظهار البيوميتك دنتستري بهذا الشكل الموجود الآن. وطبعا ارتكز بشكل أساسي على فكرة المينيمال إنفازيف دنتستري، والمجال لا يزال طبعا يتطور باستمرار. فإذن يعني مع منتصف القرن العشرين ظهر أول بوند، في نهايات القرن العشرين ظهر مصطلح المينيمال إنفازيف دنتستري، وبعد هيك باسكال ماجني وبجهود مجموعة من الدنتست أغنوا البيوميتك دنتستري بالمصطلح اللي نحن الآن بنشوفه واللي حنحكي عنه. بالارتكاز على هاي المبادئ الإلساق والمينيمال إنفازيف دنتستري، في نهايات القرن العشرين بدأ جهود ظهور طب الأسنان الحيوي أو البيوميتك دنتستري، ومثل ما قلنا عبر باسكال ماجني اللي أغنى هذا المصطلح. حقيقة ما فينا نعتبر أنه هناك شخص محدد أوجد البيوميتك دنتستري، لأنه كان في مجموعة من الاهتمام المختلف من مجموعة من الأطباء اللي أغنوه، والحقيقة بعد ذلك أخذ هذا الرواج. وطبعا مثل ما قلت ارتكز على جهود عدد من العلماء، دكتور باسكال ماجني، دكتور ايرلي بايونير، دكتور ديتشي، دكتور جرايم ميلزيتش، ودكتور روبرتو سبريفيغو واخرين، اللي الحقيقه جهدوا لانه ايجاد مواد تحاكي اداء السن الطبيعي، تحاكي خواصه. مقالب الجورنال اوف ريستوريتيف دنتستري بال2016
لموريموتو ات الز بتحكي عن سرفايفل ريت اوف ريزين اند سيراميك انليز اونليز اند اوفرليز. الحقيقه سيستميك ريفيو مهمه لانه من خلال هاي الريفيو وعبر طبعا حوالي 5 سنوات وعبر استخدام مواد مختلفه مثل الفيلدس باث مثل جلاس سيراميك، بالتالي وجدوا على انه استعمال الترميمات الجزئيه انلي اونلي اوفرلي باستخدام الفيلدس باث بورسلين او حتى الجلاس سيراميك اعطاني سرفايفل ريت تقريبا بحدود 95% بالسنه الاولى وحوالي 91 ل 92% لبعد 5 سنوات. وبالتالي هي الدراسة دعمت الحقيقة الجهود والتوجه اللي بتوجه للبايوميميتيك دنتستري بخصوص انه نحن نبحث دائما عن تقليل اجراءاتنا، تقليل ترميماتنا كحجم، والاعتماد على الاديتيف دنتستري للحصول على افضل اداء سريري ومن دون الخوف من الفشل. وهون ظهر مصطلح البايو ريستوريتيف دنتستري او البي ار دي، والحقيقة هو مصطلح هذا بياخذ البايوميتيك وبيركزها او بيركز جهودها نحو ريستوريشن او ريستوريتيف دنتستري، وهذا اللي راح ركز عليه من خلال السلسلة انه نحكي عن ترميماتنا سواء الدايركت او السيمي دايركت او الاندايركت ريستوريشن، ونستفيد من كل ما اعطانا البايوميتيك دنتستري من تيرمز ومن كونسبتس تحسن عملنا في عليها. الحقيقة انه البي ار دي بيرتكز بشكل اساسي على مبدا بسيط كلنا بنعرفه اللي هو less is more، بمعنى انه كل ما قللنا من حجم اجراءاتنا ومن حجم ترميماتنا فبنحصل على نتائج افضل، ومن خلال الدراسه اللي ذكرتها من خلال الريفيو اللي حكيته قبل شوي بياكد على هذا الامر. بالتالي بحيث انه نحن نستخدم ترميماتنا سواء كومبوزيت او اندايركت البورسلين بانواعه لتعويض الانامل وتعويض الدنتين وحتى الربط بيناتهم بطريقة تحاكي الأسنان الطبيعية، هذا بيعطيني ديمومة وبيعطيني حفاظ على النسج السنية. طبعا بيعتمد على عدة تقنيات حندرسها أو على عدة كونسبت مثل الـ IDS الـ Immediate Dentine Sealing DWT Decoupling with Time الـ Biopace الـ DME أو الـ Deep Marginal Elevation الـ CDD والـ Escalating Tips وغيرها كثير حقيقة من كونسبتس اللي إن شاء الله حتغني معرفتنا وعملنا في مجال طب الأسنان الترميمي. وبالتالي نحن إذا بدنا نحكي كمقارنة بين البيوميتيك دينتستري وبين الكونفنشنال دينتستري، وعم نحكي على الكومبوزيت الآن، نحن مشان ما يكون الفكرة وكأنه عم نحكي عن الأملجم والكومبوزيت، لا نحن عم نحكي عن كونفنشنال كلاسيك فيلينجز وعن البيوميتيك فيلينجز. حنشوف انه الان نحن مع البايوميتيك عم نحصل على حشوات تحاكي شكل السن الطبيعي على عكس حشوات الكومبوزيت اللي كانت تنعمل بشكل مسطح. ايضا عم نعمل تصميمها بطريقه انه تقلل الجهود قدر الامكان على عكس حشوات الكومبوزيت القديمه اللي بالطريقه التقليديه اللي حقيقه ما بتقدم اي شيء في سبيل تقليل هاي الجهود. ايضا عم نحكي عن دبليتي عاليه جدا، حنحكي عن هذا الامر، في حين مع الكومبوزيت الترميماتنا التقليديه احنا بنحصل على تقريبا 30 ميجا باسكال 25 ميجا باسكال بوندينج، فعم نحكي عن قوة بوند أقل تقريبا أو متوسطة. أيضا هذا بالتالي هي قوة البوند الضعيفة مع عدم مراعاة تقليل الجهود هتؤدي لفرصة أكبر لحدوث ميكرو ليكيج، على عكس البيوميتيك اللي بيعطيني إكسيلنت بوند سرينجز وحيؤدي لحدوث سنسيتيفيتي، حيؤدي لحدوث جابس على عكس البيوميتيك. و بالتالي نحن عم نحكي عن مجموعة من الفوائد اللي ممكن نحصلها مع البيوميتيك دينتستري، عدم انه نحن عم نحكي عن تقليل ايضا حجم الحشوات وحجم ترميماتنا والحفاظ على النسج السنية وتجنب المعالجات اللبية الى حد كبير. وبالتالي الحقيقة الهدف الرئيسي للبيوميتيك دينتستري هو التخلص من الديث سايكل اوف ذا توث. السايكل هاي نحن بنعرفها اللي الحقيقة كانت تبدأ بحشوة صغيرة، بعد هيك بتتسوس حول الحشوة، بيهمل المريض، بيرجع بألم، نضطر لمعالجة العصب، بعد هيك بنقول له لازم نلبس السن عشان نحميه، بعد فترة بيرجع والسن مكسور بسبب انه صار اضعف، وبعد هيك بنضطر نقلع ونروح نحو اتجاه اخر في المعالجة سواء امبلانت او سواء عمل جسور. وبالتالي هدف البيوميتيك دنتستري انه نتخلص من هاي الحلقة عبر انه نحن من البداية نعمل حشوة يكون فيها مراعين تقليل الجهود من بدءا من تحضير الحفرة، وبعد هيك نطبق خطواتنا لتقليل الجهود على مستوى حشوة الكومبوزيت نفسها، وأيضا الحصول على أعلى التصاقية من خلال مجموعة من الإجراءات هأحكي عنها،
وبالتالي نحصل على حشوة تقريبا تحاكي الجزء من السن اللي عوضنا عنه، وبالتالي تقليل ما يمكن أن يحدث بعد ذلك من حساسية من تسرب حفافي من نخور، وبالتالي إطالة عمر السن. والحقيقة أنه عبر دراسات متعددة هناك ما يثبت الحقيقة، يعني على سبيل المثال بنشوف هذا المخطط البياني، حنشوف طبعا أنه الترديشنال بوندينج تقريبا قياسا للبيوميتك بوند سترينث عم نحكي عن 400% تقريبا زيادة في قوة الارتباط، وهذا طبعا بيعطينا ضمانات كبيرة على مستوى الحشوة ارتباطها وتخلص من مجموعة من المشاكل اللي كانت تحصل مع البوندينج بالطريقة الكلاسيكية. وبالتالي نحن مع البيوميتك ريستوريشن تعتمد سواء على الكومبوزيت ريستوريشن أو على بورسلين كومبوزيت انليز اونليز بعيدا عن الكراونز بأعلى ارتساخ ممكن، وعكس الترديشنال كراونينج اللي هو بورسلين فيوز تو ميتال او الجولد كراون او حتى الامالجام فيلينج اللي كانت نوت بايوميتيك وبتحمل كثير من المساوئ. خلينا في النهايه نلخص مساوئ الكونفشنال دنتستري ومنافع البايوميتيك دنتستري لحتى يكون عندنا اساس للشيء اللي عم ندرسه ونكون مؤمنين فيه وما يحققه لنا. بالنسبة للمساوئ الكونفشنال دنتستري حنشوف انه منها بيؤدي لإزالة لنسج سليمة في بسبب انه نحن بالغ احيانا في تحضيراتنا لعدم مثلا على سبيل المثال مستوى النخر السني ما بنكون قادرين على التفريق بين النخر اللي يستحق الإزالة والنخر اللي ليس affected but not infected واللي الحقيقة لا داعي لإزالته، وهذا بيؤدي لأنه نحن نزود مخاطر انكشاف اللب. أيضا الديسادفانتجز الكونفشنال دنتستري أنه تستخدم مجموعة من المواد اللي قد تحمل بعض المخاطر، يعني بغض النظر عن ذكر أسماء، أيضا تعتمد على المعالجة بشكل مباشر للجزء المفقود دون دراسة لأسباب المشكلة، وبالتالي هذا يؤدي أحيانا لفشل العمل. يعني على سبيل المثال ممكن نحن نشوف سن عم ينكسر فنروح نرممه بكراون لحتى نحمي ويرجع ينكسر الكراون لأنه بالأساس كان في مشكلة تتطلب أنه نحن ننظر لها من وجهة نظر حيوي، وهي ميزة البيوميتك دنتستري أنه ما بتروح للآخر بتاخد. ممكن نحن بهيك حالة نصمم أوفرلي أو إنلي أو إنلي بطريقة تحمي السن وما تؤدي لأضعاف السن بشكل كامل. أيضا عم نحكي أنه كان هناك محدودية في الديوربيليتي مع ترميماتنا الكونفينشنال بسبب طبعا ضعف مثل ما شفنا خواص البوند قياسا للبوند اللي عم نحكي مع البيوميتيك، وأيضا بسبب أنه التحضير الجائر أحيانا لأنه يعني بيكون الهدف هو فقط عمل معالجة محددة سواء كراون أو حشوة كومبوزيت أو غيرها. وحتى بدنا نحكي كنواحي راحة وتجميل حنشوف انه مع الكونفنشنال دنتستري هناك ممكن يكون عدم راحة وقل حصول على وحي تجميلية، على عكس البيوميتك دنتستري اللي بيعمل لي حماية لنسج السن، بيقلل من الألم، بيقلل من الحساسية بسبب قوة الالتصاقية العالية، بيزلي الحاجة لعمل معالجة الجذور، وبيؤدي او بيعطيني ترميم الأسنان بأقل الحقيقة إزالة نسج السني، وبالتالي بيحافظ على نسج الأسنان، بيأمن لي أوبتيمال سيل، وبيمنع حدوث الكسور الواسعة والكبيرة اللي ممكن تؤدي لتعذر ترميم السن، ومثل ما قلنا يعزز التصاق الترميمات بالأسنان لحدود 400%. وأهم شيء أيضا هو حماية الأسنان من أي ألم لاحق، من أي حساسية، من نخور، من نكس نخر. وأهم شيء أيضا هو أنه إعادة ترميم الأسنان بحيث تعيد للسن قوته. أيضا قبل أن أنهي المحاضرة أتمنى من خلال التعليقات تجاوبوني، هل بدأتم بالعمل من خلال بيوميتك دنتستري في إجراءات الترميمية في عيادتكم؟ وهل لديكم أي ملاحظات حول جدواها؟ هل تؤمنون بها؟ أو أنه لا تزالوا بتشتغلوا حشواتكم ترميماتكم من خلال الطريقة التقليدية؟ بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة، طبعا هي مجرد مقدمة كان لابد منها الحقيقة قبل أن نغوص في عالم طب الأسنان الحيوي أو البيوميتك دنتستري. أتمنى ما تنسوا تدعموني من خلال اللايك، من خلال الاشتراك والمشاركة، دعم القناة ما أمكن للانتشار ونشر العلم. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.